تدروني في وليد تقولش عليا من نهار راني مريض كم وقت هو ما يستاهلش غير الورد ولا كيما نقول يستاهل بزاف صوالح فاهمني وحنا شو ولا حاجه اللي نقولها لها من قلبنا نطلبوا لها الرحمه نطلبوا لها الرحمه لون شتي ذائقات الموت وكل من عليها فان والله يسبق الله روضة مرضي الجنة الله يجعلها من الذين يستمعون يبغي أمه بزاف يبغيني بزاف يبغي أبوه يبغي أخوته الكسرانة شكر بزاف شكر تقلشني زيخني ما خلى ما يدير لي وولدي مزرين تاعي هو قاعد ظن ولادي الغنى غنى عليك ولا ما غناش يغني المهمة 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 بالك تسمعوا به وبالك هضروا لكم على حسني سيتي الناس وطني يبغي بلاده يموت على بلاده وهذه هنا وين كبر هنا وين عاش هنا وين دار انا فنير هنا وين عرفوه الغاشي وعمره لا بغى يروح من هذه البلاد هو الى بين ريزيدونس 10 سنين فدي سي كلكان اللي كان ينجم يعيش فاسيلمون فرنسا ما كان سيريو تما يحوس كما نقولوا حنايا في الخدمه يحوس كما كل ما يمرق 10 طالق يمرق 10 واحد اخر كيما انا حسني سي ان شونتور بروفيسيونيل كان يخدم استاذ من قلبه يافي ان انغيستخومون وين غنى على احنا ولده و سا فام اون سورتون دو لا كابين يكومونس ا بلوري C'est un vrai sentimental. Hassan, il est wifi. Il est wifi. Il est wifi. C'est moi qui suis wifi. Il est wifi. Il est wifi. خطا جا عندي واحد هنايا شيباني حشمان دخل قال لي يعطيني مشي حق عليها منى شبكيني عبد الله يعني توحشتوه انتوما بيان سور توحشتوه والله كان يحبوه بزاف كان يحبوه بزاف راي باسكو غني عليه في لي كاسات وكان محروم منها باسكو بوندون 3 زون il était séparé de sa femme و il était en instance de divorce il y a des papiers qui le prouvent il y a une coïncidence تاع الهبال le 29/9/94 C'était une audience au tribunal à Perpignan. Hassni, il est là, il te fait un zouj. Il t'a le goût, ou l'aïzi de Kumlo. Et c'est ce jour-là où il a été assassiné. Abdallah, il se m'a dit, tu veux que Hassni? Ah, tu veux que Hassni, quand tu veux. Ah, on est là, on est là, on est là, on est là. آخر الوقفات هي أجمل وأطيب الأمنيات للجزائريين والجزائريات في وهران إليكم وحد شرب القهوة وخرج ما عنده والو هو تحت الجليل هو اللي قال لي الحسن يضربوه قلت له هنا قابز قال لي لا ضربه بالرصاص أنا مشيت وأنا نصيب الحكومة نصيب الخلق نصيب دخلوه للدار عاودوه خرجوه نيت
كان يغدروني فيه وقتلوه شتنقول قلت عند ربي.